اهلا وسهلا ومرحبا بكل من ضمرينا الحدث للاستماع. لقاءنا متواصل وغنمشي مباشره ونرحبوا بالاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. صباح صحه والسلامه استاذي. اهلا وسهلا. الرقم اذا اكيد لقاءنا مفتوح ومتواصل معكم مستمعينا الكرام. والساعه الثانيه كيف ما تعودنا دائما هي الساعه الغذائيه اللي من خلالها مع الأستاذ محمد أحليمي كنتكلموا في مواضيع اللي كتهم الصحة الغذائية ديالنا. وأكيد أنه خلال هذا الأسبوع تكلمنا على مجموعة ديال العادات الغذائية وعلاقتها بالدماغ ديالنا، وأكيد أنه معلومات اللي مهمة بطبيعة الحال خاصة نعرفوها. اليوم غنتكلموا على كيفاش كنكتسبوا الميولات الغذائية ديالنا، يعني كيفاش كتكون عندنا ميولات غذائية. مع الأستاذ محمد أحليمي بطبيعة الحال غادي ندردشوا معه في الموضوع وغادي نسمعوا مجموعة ديال التفاصيل، لأنه يمكن بعض الأخطاء تنرتكبوها قبل ما نربيه الذوق الغذائي ديالنا. ناخدوا معنا أستاذ محمد أحليمي. صباح الصحة والسلامة أستاذي. شكرا لك أختي سكينة، تحية لك وتحية فريق العمل وتحية المستمعين الكرام. صباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. الله يطول عمرك على أختك. أستاذي اليوم كيف ما درت قلت في المقدمة بأنه غنتكلموا على كيفاش كنكتسبوا الميولات الغذائية. إحنا كنعرفوا بأنه الذوق ديالنا علاش ما ربيناه، أكيد أنه نعم. في البداية حتى باش كنبداو نوكلوا الوليدات ديالنا كنبداو نعطيوهم خضرة بخضرة طعم بطعم، كيبداو يعني مادة بمادة كيبداو يستعملوها، ولكن للأسف أحيانا كنقدروا نديروا بعض الإضافات اللي كتغير التوجه ديال الذوق ديال الوليدات ديالنا وما كيبقاش يتربى الذوق ديالهم طبيعي، وإنما تبدا يقلب على أمور أخرى بطبيعة الحال. نعم نعم أختي سكينة، وكما قلتي فعلا فنذكروا أننا احنا في سلسلة حلقات الحديث عن الدماغ وعن السلوكات، عن العديد من السلوكات واللي كنقوموا بها، وكنحاولوا قدر الامكان اننا نفسروا بعض السلوكات اللي كيقوم بها الانسان في المجتمع ديالو. ومن اهم السلوكات صراحه، من اهم السلوكات الجميله والرائعه واللي كتخلي الانسان انه يبقى على قيد الحياه، وممكن اننا نتخيلوا الاهميه ديال هذا السلوك من خلال تخيل العكس. شنو معنات؟ معنات انك تخيلوا لو ما كانش عندنا ميول الغذاء وشهيه الاكل وما يعني انت كيبان لك تاكل ولا ما تاكلش بحال يعني تخيلوا هذه المساله. مع العلم انا كاين بعض الناس اللي وصلوا لهذه المرحله هذه ويشكل خطر كبير على هذه الناس هذو. فنتخيلوا لو ما كانش هاد حب الاكل، لو ما كانش هاد الميول الاكل، لو ما كانش هاد الميولات هذه، لما بحث الانسان على الاكل دياله، لما بحث الانسان ولما اكتشف الانسان انه خصو يمشي لذاك التربه ويزرع فيها الحبوب دياله ويزرع فيها الأشجار باش ياخذ الأكل ديالو. لما اكتشف الإنسان النار، ولما اكتشف بزاف ديال الأمور، ولما اكتشف أن كاين الأسماك في البحر من أش يجيبها أنه يتغدى عليها. فهاد الميولات هذه هي اللي خلت الإنسان عبر الزمن أنه يمشي يبحث على واحد الحاجة اللي كتسمى فيتال، واحد الحاجة اللي هي أساسية في الحياة، ألا وهو الغذاء. فالسلوك الإنسان مع الغذاء لا يتطور منذ قديم الزمن، ها باش نكونوا واضحين في هذه المسألة دي. لكن التطور اللي واقع هو عبارة عن تطور من نوع آخر، أنا غادي نفسره لكن ما فيها بس نشرحوا بعض الأمور اللي احنا عندنا في الجسم ديالنا واللي ناس تأنيس باش الناس يعرفوا الجسم ديالهم ونعرفوا الجسم ديالنا، وهذا شيء جميل أننا نعرفوا الحقيقة ديال الجسم ديالنا. احنا الجسم ديالنا هو عبارة عن خلايا مجتمعة، وكنا هضرنا في حلقات ماضية قلنا تجمع أجهزة، الجهاز تجمع أعضاء والعضو هو تجمع خلوي. الخلية الله سبحانه وتعالى حط فيها حاجيات، يعني الميولات ديالك انتايا غادي نشوفوها لما أتحدث عن الميولات الحقيقية، هي ميولات الحاجيات الخلايا اجتمعت وكتبت طلب للدماغ، قالت له فوالا راني محتاج ناكل ونتغدى لأنني كنحتاج عناصر اللي هي عناصر غذائية. الميول الغذائي أو الميول نحو الغذاء، أي واحد فينا اليوم كتلقاه واحد يعجبه التفاح، واحد يعجبه الليمون، واحد يعجبه أشياء أخرى من غير أنه كيعجبه، كيجي شي وقت كتجي واحد النوبة، ماشي نوبة سلبية، هي نوبة إيجابية. بعد مرة كتكون نوبة سلبية،
نوبة يعني ميول، ميول لواحد الحاجات معينة، وهذا شيء جميل، شيء جميل. أنني مثلا اليوم نقول أنا تشهيت مثلا الحوت، مثلا تشهيت حوت مشوي، تشهيت كفتة السردين، خا هذا الميول، هذا ميول يأتي من خلال واحد الدراسة اللي كيقوم بها الدماغ، واللي هو الدماغ سبحان الله مركز الميولات، مركز اللي كيرين الشهية، اللي كيعطيك داك التنوع، واللي كيساهم في هذا التنوع هذا، وأشياء اللي احنا ما كردولهاش البال في الحياة اليومية ديالنا، من أهمها الفصول، من أهمها الفصول. عندنا الفصل من حيث ما هو يعني الزمن، ومن حيث التموقع، الجغرافيا ديالنا حتى هي نعم تساهم في هذه الميولات الغذائية. أنا أتحدث عن السلوك العادي، هي تساهم في الميولات الغذائية. علاش؟ لأن لو كور ديالنا عنده ساعة بيولوجية تتحرك في الزمن، وعنده الجي بي اس تموقع الجغرافي، راه أكثر دقة من الجي بي اس اللي كنعرفوا حنا اللي كنستعملوا حنايا. دماغنا راه عنده واحد جي بي اس، والجسم ديالنا عنده واحد زعما واحد جي بي اس جميل بزاف. فالجسم ديالنا كيولي خاضع وحساس للتموقع الزمن. نعطيك مثال، مثلا تقدر تعرف راسك انت راك في الصباح تشهى حاجه، وتعرف راسك في العشيه تشهى حاجه اخرى. هذا من حيث الزمن. من حيث التموقع الجغرافي، تقدر مثلا انا نمشي مثلا لفيقيق نتشهى بركوكش بالطريقه اللي كيديروا فيقيق، تقدر مثلا نهبط للطاطا نتشهى انايا الحريره البيضاء اللي بتشيشه. هذا من حيث الجغرافيا. والجغرافيا لو كور ديالنا خصكم تعرفوا باللي عنده علاقه وطيده بالتموقع الجغرافي اللي راه فيه، كتسمى لا جيو سونسيبيليتي، باش نعرفوا هذه الابعاد، لان هذه الابعاد مغيبه بزاف كاع، واخا. وغادي نجيو نهضر علاش كنقول هذا الشيء كامل. وخير دليل، خير دليل انه عبر الزمن كاينه عاده فرديه، ميولات فرديه. الميولات الفرديه في عبر الزمن لما اجتمعت ولات ميولات جماعيه اللي بزاف الناس تكونوا ما يعرف بالعادات الغذائيه. مثلا انا مثلا كنبغي نصوب في داري بركوكش، انت كتبغي تصوب في دارك بركوكش، مش كنهضر في قديم الزمن، واحد كيبغي يصوب دارو بركوكش. اذا هذيك المنطقه جغرافيا، والدليل هو وحدانا، الدليل هو انك مثلا الا مشيتي عند خوتنا في سوس عندهم ثقافه، مشيتي عند خوتنا في الجنوب عندهم ثقافه، مشيتي عند خوتنا في الشرق عندهم ثقافه، مشيتي عند خوتنا في الجنوب وخوتنا في الغرب وخوتنا في الوسط عندهم ثقافه. منين تكونت هذه الثقافه؟ من عادات، من ميولات، حسب الموقع الجغرافي، هذيك البلاصه شنو كتنتج، هذيك البلاصه شنو كتغطي. وبالتالي الجانب الجغرافي لعب دور كبير جدا في الميولات وتكون العادات، هادشي اللي باغيين يهرسوا العديد من الناس. فانت شوف هاد العادات وهاد التقاليد كيفاش تكونت، ونجي انا ونقول عالم قريه بغينا نوكلوا داكشي كلشي بحال بحال. والدليل الاخر هو عبر الزمن المناطق البحريه كونت عادات تعتمد على الاسماك، المناطق اللي هي غير بحريه مثلا كونت عادات تعتمد على التوابل. ملي كتمشي مثلا المناطق اللي ما فيهاش البحر، اللي ما فيهاش الوديان، تعتمد على التوابل. علاش؟ لان مناطق حاره. وبالتالي هذا الشيء هذا ولدنا ثقافه، ولدنا عادات. الامر اكثر تعقيدا، علاش؟ لان فيه جانب سوسيولوجي، فيه جانب ثقافي، فيه جانب الفلاحي، فيه بزاف ديال الامور، حتى ان المناطق لا جيو سونسيبيليتي كل بلاصه وشنو كتنتج. مثلا الا مشينا للتلوين، نواحي التلوين، نواحي التارودات، كنلقاو ناس اللي في الصباح ضروري اتاي ديالو هو يدير فيه الزعفران، وبالتالي مشات هذه الميولات. علاش كنقول هذا الشيء؟ لان الميولات عندها علاقه بالجغرافيا، وعندها علاقه بالتاريخ، وعندها علاقه ب ب ب ب ب يعني بالسوسيولوجيا. عاد نجيو للبيولوجيا، الجانب البيولوجي، انت كأم خلال مرحلة الحمل ديالك فانت كتمري عادات وميولات لهذاك الجنين. يعني احنا من كنا اجينا تما بدات كتكون الميولات ديالنا، الميولات ديالنا تتبع
بشكل كبير الميولات ديال الاب وديال الام، ماشي غير ديال الام، حتى ديال الاب، لان المولود راه خدا لو جينوم، راه 50% لو جينوم ديال باه، وبالتالي خدا عادات. انت كرجل راه العادات ديالك كاين في لو جينوم، هذيك البويضه لما تخصب راه فيها حتى العادات ديالك. داكشي علاش حنا الان دابا بصدد تكوين واحد الجيل بواحد العادات هي عادات خارجه على النطاق في مجال التغذيه، لم يسبق لها مثيل من حيث السلبيه اتحدث. اذا الجانب البيولوجي هو باش نفهمه، حنا اللسان ديالنا والدماغ ديالنا بالخصوص، الدماغ ديالنا فيه واحد مركز الميولات، هذا المركز خصو يبقى محضي. انا نقول لكم علاش خصو يبقى محضي، مركز الميولات في الدماغ خصو يبقى بروتيجي، خصو يبقى محضي، لانه هو عباره عن تفاعل ديال واحد الغذاء، كنهضر الانسان العادي، واحد الغذاء، كل غذاء يفعل مستقبلات معينه في اللسان ديالنا كتسمى براعم التذوق، اللي عندها علاقه بمكونات اللعاب حتى هي. مثلا اي واحد دابا كيتصنت لنا، تخيل انت شي واحد كيعصر حداك حامضه، دابا كيعصر كتحس باللعاب ديالك يفرز، وبالتالي افراز اللعاب، تكوين اللعاب، اللعاب راه يميز الانسان كما الدم، واكثر اكثر دقه، لان كاين بعض الدول دابا اللي مشات كدير التحاليل حتى اللعاب، حتى اللعاب كدير له تحاليل. وبالتالي الميول الغذائي ما كاينش شي واحد كيشبه الاخر، سا ديبون على الجغرافيا، سا ديبون على التاريخ، سا ديبون على العادات ديالك، العادات ديال الام ديالك. والعادات الا بغينا نكونوا عادات جيده للطفل ولا الانسان، كتبدا من الحمل، سواء عند الذكر ولا عند الانثى، كتدوز من الولاده. علاش الولاده؟ سيقول لكم الولاده، نعم الولاده باغ فوا باس، ماشي هي سيزاريان، ما نهضرش انا ملي كتكون كونتر انديكي سيزاريان اوبليغاتوار، غادي ما كنهضرش عليها. خا الولاده العاديه كتعطي لا مامون، لا مامون كتعطي لهذاك المولود فلوغ فاجينال، هذاك المولود كيفروي واحد نوع البكتيريات على مستوى الامعاء، اللي من تما كتعطي لولدك الورث، هذاك الورث الاول، هذاك الورث الحقيقي، هذاك الورث الاهم، ماشي الورث اللي غيدي البلاد ولا هذه، لا هذا هو الارث الحقيقي اللي كنعطيو للوليدات ديالنا. من هنا كيتكون الميول، من بعد كيجي واحد العامل اساسي جدا 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 في الميولات ديالنا، وهذه عقلوا عليها مزيان، هي الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه تتحكم وبشكل كبير جدا في ولدك شنو غيتشهى من بعد وشنو غيبقى يبغي من بعد. الرضاعه الطبيعيه من موراها كتجي الغذاء التكميلي، حتى هو كيلعب دور، زائد من موراها كيجي الغذاء ديالنا كانسان. هذه في الحاله العاديه عندنا مركز ميولات اللي كيتمحور بين المعده والامعاء، ماشي عارف الدماغ، الدماغ عقلوا عليها، الدماغ يعالج فقط، الدماغ كيدير على التريتمون، وحنا غادي نعرفوا لو كان من الدماغ لما تشهلك الدماغ الكيكه. انا غنفسر للناس علاش كتشهل الكيكه، وغنفسر للناس علاش ملي كتشوف شي حاجه محمره وتشوف شي هذيك، الناس شوف شوف على السلوك، وهذا السلوك يجب تفسيره. الناس كيقول لك انا شفت الحلوه ما قديتش نقاوم راسي، هذا السلوك خصنا نفسروه، وانا غنفسره لكم دابا. فالدماغ هو فقط مركز معالجه كيعالج، وكي العلاقه كاينه بين القولون، الامعاء، المعده، اللسان، الغدد اللعابيه، ومركز الميولات. صافي، هذه في الحاله العاديه. في الحاله العاديه ملي كتقول انا تشهيت، الشهيه ديالك او الجوع ديالك او لا بغيتي تاكل، هنا كنكونوا كنهضروا على التفضيلات الغذائيه، التفضيلات او الميولات. بحال بحال الميولات الغذائيه كاينه جوج انواع، كاينه ميولات حقيقيه هي غيال، وكاينه ميولات غير حقيقيه او اللي كنسميها انايا تحت التاثير، وغادي نشرح تحت التاثير شنو هو. دائما المستمعين كانوا كيسمعوني كنقول الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكلك. اكل تاكله هو الاكل اللي هو حالك عليه، جهازك الهضمي
واللي هو أكل حقيقي. مثلا تشهيتي عصير ديال الليمون ما فيها بس، جسمك محتاج عناصر اللي عرفها. وشوف الذكاء ديال الجسم، الجسم محتاج عناصر اللي عرفها كينا في الليمون. كما الوحم مثلا عند المرأة، الوحم عند المرأة، وقلت أن الوحم عند المرأة كين نوعان. كين نوع الأول اللي هو أنغمال كان نخلوه هنا يا بغمي دي تخوبل دو كومبورتمون أليمونتر، مشاكل في السلوك الغذائي اللي بحال مثلا لابوليمي، لانوريكسي، لانوريكسي مونتال. دونك هاد الوحم الاول اللي مثلا المراه كتوحم على الطباشير، كتوحم على التراب، كتوحم على الفاخر، كتوحم على هادي، سي فري كيكون مونك ديال الكالسيوم بزاف ديال الامور، مي هذا كيتسمى لو سيندروم دو بيكا، بعد غنهضروا عليه. مي انا كنهضر على الوحم اللي المراه كتشهى واحد الغذاء. سبحان الله، البلاسانتا عقل مدبر ما يقدرش الانسان يوصلو شي نهار المشيمه، فكدير حسابات كتلقى عندها نقص عنصر. هاد كتمشي لهاد المركز الميولات كتقول لهم الله يرحمكم الوالدين راني ها شنو محتاجه، شنو محتاجنا، جيبنا لو بيزوان صافي. هادي قاعده في العالم كامل، عندك ان بيزوان كديكلاري به، ماشي ما كديكلاري به. والجميل في الدماغ ان الدماغ يترجم الحاجيات على شكل غذاء، وهادي بزاف الناس ما فاهمينهاش. بزاف الناس كيعرف هو لو كالسيوم، لا الجسم كيعرف منين يجيب لو كالسيوم. الجسم عارف الغذاء اللي فيه لو كالسيوم. انت في اللاوعي ديالك، في البرمجه ديالك البرمجه الجينيه اللي خلقتي عليها، واللي قال فيها الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، ثقوا بيا الى الجسم كيعرف فيه كاين المغنيسيوم، والجسم كيعرف فيه كاين الكالسيوم، والجسم كيعرف فيه كاين البوتاسيوم، والجسم كيعرف فيه كاين الصوديوم، والجسم كيعرف فيه كاين البورن، فيه كاين السيلينيوم، فيه كاين بزاف ديال الامور. لكن خصو يكون صفاء الذهن، ومن هنا غنجي نعطيكم شنو هو صفاء الذهن. يقع ما يقع ان الانسان هذا مركز ذكي، مركز عفوا المعالجه ديال الميولات الغذائيه، كتوقع له قرصانه. علاش؟ لانه هو ينفذ اوامر. الدماغ شوف فين وصلنا. نعم الدماغ ينفذ اوامر ديال القولون وديال الامعاء. اذا من يتحكم في من؟ لا يجب المراجعه، لا لو برومي سيرفو، لو برومي سيرفو هما لي انتستان، هو لو كولون. اذا الدماغ ديالنا ينفذ، ومن هنا خصنا نفهموها شنو ينفذ. ينفذ تعليمات الخلايا وتعليمات الجهاز الهضمي اترافير بزاف ديال الامور، منها لو نيرفاغ. فالقولون في الحاله العاديه، با كان كياكل مزيان، الام ديالك كان كتاكل مزيان، زاديتي ولاده عاديه، رضعتي الحليب ديال الام ديالك، خديتي اكل جيد، خديتي، كتولي كتشهى تفاحه، كتشهى ليمونه، كتشهى. اللي كيوقع هو القرصنه ديال هذه الرساله. كتولي مثلا انت كتشهى حلوه، كتولي عندك ادمان. شنو هو الادمان الحلوه وشنو هي الادمان؟ خا اللي كيوقع هنا كنقول ان اكل ياكلك، خا كتولي في الامعاء ديالك. هنا غنعطي مثال حي، ومثال استسمح لهذا المثال فقط للتوضيح فقط. انت شرف الله قدر الجميع الى خليتي عندك البوبيل في الدار، ما خرجتيهاش نهار ويومين، اش كيوقع؟ شرف الله قدر الجميع كيجي الذباب، لانها مخلفات. هكا عاوتاني الجسم ديالك ديما فيما تسمعوني كنقول بوبيل في الكوزينه، عرفوا هي القبط في الجسم ديالنا، هي لا كونستيباسيون، هي بقاء الفضلات، هي طول وجود الفضلات في الجسم ديالنا. فذاك البوبيل شرف الله وقدر الجميع يتدخل الذباب. الناس بزاف الناس ما عارفينش علاش شنو الاهميه ديال الذباب. الذباب كيجي لواحد البلاصه اللي هي نتينه، واحد البلاصه اللي فيها فيها مخلفات. علاش كيجي الذباب؟ الذباب كيجي باش كيحط انزيمات لتدخل الدود من بعد. سمحوا لي على هذا المثال باش نبسط. الفضلات ديالنا حنايا في الجسم ديالنا لما كتبقى الذباب في البوبيل راه ما جاش هكاك، عنده اسباب، لان هذاك لو بلون بي عند الجسم بور ديغرادي لا ماتيير، باش يبدا تحويل الماده، لان ما خصهاش تبقى. المشكل ماشي في الذباب، المشكل فينا حنا، لان هذاك البوبيل ما خرجناهاش. اذا المشكل سلوكي. فبالنسبه لي انايا لما كيكون عندي كونستيباسيون، لما كيكون عندي قبض، وشوفوا اليوم هذا العصر والجيل ديال القبض، باش نكونوا عارفين راه بزاف الناس عندهم قبض، هذه حقيقه. علاش؟ لان الناس ما بقاوش كياكلوا الخبز بالنخاله بالخميره البلديه. مما كتاكلش انت، وتبعوا معايا هذا لونشينمون باش غادي نشوفوا فين غنخرجوا. مي انت ما كتاخذش خبز خميره بلديه وما كتاخذش النخاله،
كتاخذ خبز ابيض بين قوسين خبز، لان بعض المره ما يستحقش يتسمى خبز صراحه. كتاخذوا هذه الماده اللي شبيهه الخبز بين قوسين فيها الجلوتين. الجلوتين شنو هو؟ جاي من لاغلو. لاغلو هي اللصقه، كيوصل لك للامعاء وللقولون كيلصق، كيحيدنا الطبقه المخاطيه وكيلصق، كيدير لك كونستيباسيون. هادشي كيديروا حتى الحلويات، فكيبقاو تما كيعطيوك قبض، وكندخل في واحد الدوامه انا غنشرحها. هاد القبض هذا مي كيبقى لك الفضلات في الجسم ديالك وفي القولون ديالك، ضروري خص الجسم يدير بلون بي، لان بلون ا هو شرف الله وقدرك انه الانسان يمشي للمرحاض. ما وقعش بلون ا، الجسم خصو يتدخل ببلون بي. بلون بي شنو هو؟ تدخل العديد من الخمائر باش ديغرادينا هاد الفضلات، منهم الكونديدا البيكون، لكن كتفرض عليك شروط، عندها دفتر تحملات، كتقول لك انا باش ندخل، نعم ندخل، ولكن اتسني معايا كونترا انني تا انا نولي نتحكم في الميولات. شتو الخطوره فين كاينه؟ كتولي الكونديدا البيكون ملي كتجي من الحلويات، داكشي اللي كاين دابا في هذا العصر، كتجي من الحلو مع المالح، داكشي اللي كاين في العصر، كتجي من المواد المصنعه، داكشي اللي كاين في هذا العصر، كتجي من اشباه الخبز، داكشي اللي كاين في هذا العصر هذايا، كتولي عندك مستعمره ديال الخمائر على مستوى القولون وعلى مستوى الامعاء، خدامه معك لكن بثمن غالي. وهذا الثمن الغالي هو افراز جوج ديال المواد ديال هذه الماده، ثلاثه ديال المواد ديال هذه الماده، لاسيتالديد، الكحول، والجلوتامات. الجلوتامات غيفكركم بالحلقه ديال البارح اولا ديال الحصه اللي قبل منها. الجلوتامات كتولي هاد الجلوتامات ولاسيتالديد والكحول، اول حاجه الكحول ابتي دوز كيدير لك كيبقاش دماغك صافي، كيولي عندك واحد الضبابيه في الافكار وفي هادي. هو ماشي انسان ثمين، ولكن يعني كيولي انسان دماغه ما صافيش. زائد كتولي هي كتدخل لك كتمشي تستعمر، وشو سبحان الله، كتمشي اول حاجه كتحيد طبقه الميكوس لان ماشي في الصالح ديالها، وكتمشي تقوم بقرصنه بهادشي كامل واقع في الاجسام ديالكم، تقوم بقرصنه الميولات. كتولي انت في عود ما تشها لي بيزوان غيال الحاجيات ديالك الحقيقيه، كتولي كتشها داكشي اللي كتبغي. الكونديدا البيكون شنو كتبغي؟ داكشي محمر، داكشي مشدود في اونبالاج، الحلويات، المواد المصنعه، الكيكه، هادشي كامل. هذا فهمتوا دابا علاش من بعض الناس كيقول لك انا مي كنشوف الحلوى ما كنقاومش؟ لانك راه فعلا تحت التاثير. هادو كيتسموا ميولات تحت التاثير، لان قرصنه المركز ديال الميولات الغذائيه وديال السلوك الغذائي. هنا كنكونوا بعجاله، انا عطيت بعجاله. بزاف الناس غيقول لك هاد التفضيلات الغذائيه كيفاش نعاودوا نقادوها؟ نعم كاينه امكانيه، وامكانيه كبيره بزاف. عرفتوا شنو هو الحل؟ هو الصيام. الصيام اش كيدير؟ الصيام كيمشي كيجوع هاد الكونديدا البيكون، كتلف ما كتبقى عندها فين، كتصيفط اشارات، كتصيفط اشارات نهار كامل من الفجر ل 10 ل 11 12، مال هاد السيد ما كلاش، الوحده جوج ثلاثه اربعه، مال هاد السيد ما كلاش، حتى كتمل. هذا الصيام. والصيام شنو الفوائد ديالو؟ لا فائده، كنهضر على الجانب الغذائي ماشي الجانب الديني، الحمد لله الاجر مكتوب. لا فائده للصيام الا تتقول لي شنو كتفطر شنو كتسحر. هادشي اللي كنهضروا عليه كامل تمهيدا ان شاء الله باش نهضروا على الحلقات ديال الصيام. انا بالنسبه لي الفوائد مرهونه بداكشي اللي كتاكل في الفطور واللي تاكل في السحور. فلما نعرفوا شنو ناكلوا في الفطور شنو ناكلوا في السحور، نهار الاول نهار الثاني، الناس دابا كنقولوا الكونديدا البيكون راه غنجيو نهضروا عليها مي تنفهموا السلوك ديالها. الكونديدا راه خطيره جدا هذه الكونديدا البيكون، وبزاف ديال الناس عندهم لا كونديدوز اكثر من هكا. ونقطه اخيره وهذه حقيقه ممكن لكم تبحثوا فيها، هذا الشيء هذا ممكن يؤدي لبعض المرات الانتحارات. لقاو ناس عندهم انتحارات جايين تحت تاثير البكتيريات، لان البكتيريا غرام نيجاتيف مي كتموت كتفرز لي بوبولي ساكاريد، هذا علامه اخر عاوتاني بوحده. اذا هذا الشيء كامل غنفهموا والناس غيفهموا دائما. علاش كنقول لكم انا ماكلتكم ديال الدار البارح في احدى الفيلا لي فيلاج في المغرب بلا ما نحتاج نسميه، 60 شخص
و60 طفل جا المستشفى تحت تأثير تسمم، تسمم ديال مادة غذائية من مشتقات الحليب، تسمم جماعي ديال الأطفال وفيها حالات خطيرة جدا. هادشي هذا إلى متى؟ فاشيش كنقول لكم ديما الماكلة في الدار، الأكل في الدار، صوب العطرية ديالك، جيب الأكل ديالك، جيب شوف سير دابا كاين السوق، كاين البقولة، كاين القرنينة، كاين هادشي هذا، راه فائدة رائعة جدا. إنسان الأكل ديالو والخبز ثم الخبز ثم الخبز ثم الخبز بالخميرة البلدية بحبة حلاوة بالنافع بالنخالة ديالها، هكا مع الصيام مع الأكل الجيد كنولي وكندخلوا هاد البكتيريات وهاد المستعمرة ديال الكونديدا في ارتباك، ما كيبقاش تاخذ هي الحلوى المحلي. المحلي من الاساسيات ديال تكون هاد الساكاروميسيس هاد الكونديدا البيكون. فلما نتخلى على هاد الشيء هذايا نتخلى شيئا فشيئا على هاد البيراطاج، وكنولي ديك الساعه مي كنتشها كتكون رساله حقيقيه ماشي رساله مزوره او لا رساله اللي هي مقرصنه. اللهم اني بلغت، اللهم فشهد. مرحبا، مشكور جزيل الشكر أستاذي، ولقاءنا أكيد أنه مازال متواصل. لو سمحتي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نستقبلوا أسئلة المستمعين. تحية كبيرة لكم، مرحبا بكم، ودائما حاضر معنا مشرفنا الأستاذ محمد أحليمي أخصائي التغذية. ولا سمحتي لي أستاذي مشو نستقبلوا معنا مكالمة المستمعين وغناخدوا معنا لالا نعيمة من طنجة. صباح الخير لالا. صباح الخير لالا. صباح النور، تفضلي. لا بك الحمد لله، ربي يخليك. انا الله يخليك بغيت نستشر دكتور احليمي في واحد الحاجه وقعت لي البارح وما عارفاش بالضبط اش من تخصص من غادي نمشي. البارح كنت خدامه في البيرو ديالي. خير ان شاء الله. يدي لي منيا كنحس بها بحال تقالت عليا، ما بغات ما كتبغيش تحرك ليا، وكنجي نهزها خصني ندير واحد المجهود، كنحس بحال ديك الاشاره اللي كتعطي الدماغ باش نحرك يديا ما كتوصلش، وضراتني من ناحيه من الجهه ديال المرفق والعضله الفوقانيه، وانا شويه الوزن ديالي شويه زايد يعني 90 كيلو. واخا واخا نسولك عافاك، ما غادي نمشي حيت حتى اشاره ما كانت يعني ما كانت عبرت لا طونسيون البارح في سيرفيس ميديكال عندنا في لونتربريز، لقيت لا طونسيون صات ليا 14 على 9، اليوم 13 على 8، والدقه ديال القلب. شحال السن ديالك عافاك؟ شحال السن ديالك؟ انا 45. واخا ما جاتكش هاد الايامات مثلا شي الم في الظهر ولا شي يعني شي حاجه ماشي هي هادي؟ شي 3 جوغ حسيت بحال القلب ديالي ضرني والنفس ما قدرتش نطلع. واخا مزيان شي 30 ثانية هكاك باش وقعت ليا ورجعت لحالتي الطبيعيه، وحتى الاكل ديالي انا من المدمنين انا البرنامج، وكنسمع وكنحاول ما يمكن يمشي في التغذيه الصحيه، مثلا كنت ماكله ديال الزقاق بتاتا، حتى الماكله انا كان بحكم ساكنه في طنجه كنتقبض غير من عند الجبال هذاك الشيء اللي يكون بيو. انا من نواحي ديال الصحه يعني حتى الطفوله ديالي وهذا عشت مع الربيع مع البقولات مع داك الشيء. حاجه وحده اللي انا مفرطه فيها ان خليت الوزن ديالي شي شويه. واخا اسمح لي عافاك الله يعطيك الخير، النوعيه كتشتغلي في شركه ياك؟ عندك شويه ضغط في العمل؟ لا ماشي بزاف، باش ما نكذبش مرتاحه في الخدمه يعني عاديه الامور. واخا 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 انا نوجهك لالا، انا نوجهك ان شاء الله. واحد الاشاره البارح انني كنت دايره ليديا واحد الوضعيه على الكرسي حكم انا كنجلس باش كتخدم بالكلافي، حسيت بواحد التشنج ولكن ما ديتهاش فيه، ولكن مع ديك التخنص العشيه صافي يدي كتحرقني ولحد الان شويه. دونك هذاك الالم باقي هو نفسه نيت؟ باقي نفسه نيت عندك دابا؟ لا هو خفات ليا شي شويه الامور، وحسيت يعني يدي بديت كنتحكم فيها شي شويه ولكن مخلوعه لان واخا نجاوبك ان شاء الله. اسمح لي انا نجاوبك، انا نوجهك ان شاء الله. مرحبا. شكرا بزاف والله يكثر خير. مرحبا لالا بكل فرح. مرحبا. هو شوف هو اول شيء كنديروه في هاد الحالات ديال اللي كيوقعوا لنا بحال هكا، ولدنا مثلا طلعت له السخانه، حنايا وقع لنا هاد الشيء هذا، خصنا نعرفوا نتعاملوا مع هاد الحالات ونتجنبوا الارتباك. علاش؟ لان الارتباك كيزيد يطلع لنا الكورتيزول والادرينالين، والكورتيزول والادرينالين كيدخلنا في واحد الدوامه
اللي نقدروا بعض المرات كتكون صعيبة بزاف. هذه الأولى. ثاني حاجة، أي ارتباك وقع، أي مشكل وقع، أي حاجة وقعت لك، الله يعطيكم الخير، وهذه نصيحة ذهبية وعتوفر عليكم بزاف، غادي تدخل الانترنت غتبقى تقلب على المشكل ديالك، غتضيع 4 سوايع وغادي تخرج فاتيقي عيان ما فهم والو، مخلوع خايف، في حين انك تمشي عند المختص ساعد المكان ساعد المكان نورمالمو خاصك تلقى جميع الأجوبة ديالك. وهذه أشياء اللي ذهبية أنا كنقولها في العلم ديال كيفية التعامل النفسي مع المرض. الله يجازيكم بخير. راه الانترنت راه ماشي ديال التشخيص، راه الانترنت ماشي ديال الحميات، راه الانترنت ماشي ديال المعلومات بعد المرة الحقيقية، راه الانترنت ماشي مصدر ديال العلم في العديد من الأمور. نعم كاينين كتب الانترنت كندخلو كنجيبو منه كتب، كنجيبو كنشريو كتب، كنجيبو دي فيشي بي دي اف، كنجيبو دراسات اللي هي موثوقة، لكن في غالب الأحيان كتكون معلومات إما مغلفة بجانب تجاري. انت في نظرك اليوم بنادم غيجي يكتب لك 400 كلمة ويجلس حدا الباسي ويكتبها ويصيفط لك دير هادي دير هادي دير هاد الريجيم دير هاد الغداء حيد هاد الغداء هادي زعما غير هكا. فهادشي علاش عافاكم، أي ارتباك وقع لكم، أي مشكل وقعكم، فأول حاجة نديروها هو ما يكونش داك الارتباك وما يكونش داك لانتربريتاسيون نبداو نزيدوها من راسنا، عندك تكون هذه عندك تكون هذه عندك تكون هذه عندك هذه ولدي ربما هذه ربما هذه الام ديالي ربما هذه انا ربما. لا، كنتحلوا بالهدوء وحنا باقين فيها. التغذيه ديالنا كتعطينا امكانيه نتعاملوا مع معالجه هذه المعلومات تحت الضغط، لان الانسان خصو يتحط في دي سيتوياسيون اللي كيدوز تمارين. وهنا انا كنقولها حتى في التربيه، حنا كنقولوا الفشوش، المغاربه كيقولوا مصطلح دقيق سميتو الفشوش. نعم، ملي كنفشش ولدي انا كنحطو في لا زون ديال لو كونفور، الجسم ملي كيتحط في لا زون ديال لو كونفور يوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، فكيولي ما كيعرفش يتعامل مع لي سيتوياسيون ديفيسيل، كيولي جيغي مرض كيتلف، كيولي جيغي. كاين اللي مربي 4 الوليدات ووليد مثلا جا واحد المشكل كانه ما عمرو عاد زاد يتزاد عنده. كاين ناس كاين مثلا الام اللي مربيه 4 الوليدات وتزاد عندها واحد الوليد الخامس وما تلفتش بزاف الامور كانها اول مره غادي تعيش هذه التجربه هذه. علاش؟ لان كيوقع ارتباك. اذا هنايا التغذيه كتلعب دور. علاش؟ باش نقدروا نجيريو هاد لي سيتوياسيون وهاد الوضعيه هكا. ثاني حاجه كيقول الله سبحانه وتعالى قالنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غادي تالف ما عرفتي طريق طنجة من هنا ولا طريق مراكش من هنا، السلام عليكم خويا فين جات طريق طنجة؟ ها هي. هذاك اللي غيجاوبك ماشي أي واحد يجاوبك. نعم، ما كاين ناس عندهم جواب. هكا عاوتاني أنا وقع لي مشكل صحي مثلا، أنت أختي الكريمة هاد الأعراض اللي عطيتينا ما فيها باس، عتمشي أول حاجة غديريها عتمشي عند طبيب ديال القلب، عند كارديولوج اللي غيدير لك التخطيط ديال القلب، وغادي يشوف القلب ديالك واش هو هذاك واش كيشتغل مزيان. من بعد داك الساعه ممكن ندوزو عند مختصين اخرين، مثلا ممكن تمشي عند اختصاصي تروماتو مثلا، اختصاصي ديال العظام. علاش؟ لان هذا المشكل هدايا يقدر يكون، انا ما غاديش نصغرو وما غاديش نكبرو، لان بعض المرات ملي كيعطيو الناس المشكل الا صغرنا المشكل مشكله كبرنا المشكله نخوفوا الناس، إلا صغرنا المشكل الناس غيصدقوا باقيين جالسين ما مشاوش يشوفوا شنو عندهم، وداك الساعة غنوليو حنا مساهمين في أن نزيدوا هذا المشكل هذا. مي بين الاثنين والعصا مي كنشدوها من الوسط كنعرفوا باللي حنا خصنا نوضوا بكل اطمئنان ونمشي ونقلب على مختص ونقول له عافاك هذا الشيء اللي قلتي لنا دابا أختي الكريمة كتعاوديه له، كتولي واحد ساعة هاد المكانة تطمئنين، لأن هاد الحالات كتوقع بزاف. فما فيها بس هذه الطريقه اللي خصك ديري. نظامك الغذائي مزيان، نعم ما كاينش مشكل. فقط واحد النقطه اخيره باش ما نطولش، من نقطه اخيره، بعض الناس كيقول لك انا مرتاح في الخدمه ديالي، لان شوف لو ستريس راه كاين التعود على لو ستريس،
بعض المرات كنتعودوا على لو ستريس كيولي كيبين، وهذا التعود على لو ستريس حتى هو عنده ضوابط. من بعد ان شاء الله غنجيو نهضروا على كومون جيغي لو ستريس، كيفاش نتعاملوا معه فيما يخص الحياه اليوميه ديالنا. ما اختي الكريمه ليطمئن قلبك فيها بس شي ديري ديري زياره عند كارديولوج اختصاصي في القلب، ومن موراها ديري زياره عند اختصاصي في العظام، ديك الساعه تاكدي. ونتمنى ان شاء الله نتمنى ان تكون امر اللي هو عابر، لان بعض المرات الناس كينعسوا على يدهم ماشي نوم جيد، بعض المرات ماشي كنقول لك هادشي دابا باش صافي تجلسي وتخليها، لا انا عطيتك الجواب، الجواب وان يجب زياره، وقلت انا الله سبحانه وتعالى اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، زياره باش نعرفوا. وكاين انسان اللي ما عنده والو اليوم، ما عنده والو كيقول لك انا بغيت نمشي نشوف راسي واش الامور مزيانه، واش اللي كيمشي كيلقى كلشي مزيان، التحاليل مزيانه، التخطيط السجي مزيان، تخطيط القلب مزيان، ضربات القلب مزيانه، بالعكس كتولي عندك واحد السكينه على وشحال من واحد عاود ما كيكونش عارف المشكل، مي كيعرف المشكل كيرتاح دائما. العثور على الحل يطمئن، سواء لقيتي عندك شي مرض ولا ما لقيتيش عندك مرض، دائما العثور على الحل. وبالمناسبه هذه انا كنقولها للناس كاملين، اي مشكل في الدنيا الا وعنده حل. ما بعض المرات ما كنقدروش نلقى ولا نطبقوا الحلول لان ما كنعرفوش نديروا لانتربريتاسيون على المشكل. ما تفهم المشكل وتعرف شنو هو المشكل ودير لانتربريتاسيون تكون مزيانه، كونوا متاكدين باللي اي حاجه في هذا الكون الا وعطاها الله سبحانه وتعالى الحل. كاين اللي يعرفوا وكاين اللي ما يعرفوش. مي كنقول الحل مشكل كنقصد حتى الامراض، حتى الامراض راه كل الامراض ممكن ان نتعامل معها، لكن شرط ان تكون عندنا المعرفه، والمعرفه الحقيقيه والمعرفه اللي كتادي بينا واللي كتضوي لنا هذاك الطريق ديالنا من اجل اننا نوصلوا للمكان المنشود ونوصلوا للصحه ديالنا اللي كنتمناوها ان شاء الله للجميع. مرحبا. ناخذ معنا مكالمه اخرى استاذي معنا. لاله فتمزان قلعت سرغنا، مرحبا بك لاله، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه ليك اختي سكينه، تحيه للدكتور احليمي. مرحبا لاله وسهلا. مرحبا، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. لاله اختك بارك الله فيك، مرحبا تفضلي. كنشكر الاستاذ احليمي بزاف صراحه، انا ما عندي حتى شي سؤال، بغيت نشكر الدكتور. شكرا. انا كنت كنعاني من قولون العصبي، فقرت الدم زرتهم الحاله الزنيه الحمد لله. دونك دابا الحمد لله مزيان، حالتك مزيانه الحمد لله. شي عام هذا الحاله مزيانه. المشكل اللي كنطيح فيها استاذ، نعم، انا ما كنشربش المحلي، ما كناكلش الحلويات، ما ناكل حتى شي حاجه. كنمشي عند الناس كنطيح في احراج. واخا انا واخا نجاوبك هذه المساله، واخا نجاوبك عليها. مرحبا لاله. انا سؤالي شوف، انا غير نسولك عافاك، تقول لي لاش ولكش عندك سكر استاذ؟ لا انا نسولك، الله يعطيك الخير، غير نسولك دابا الى عطاوك الاختيار بانك تطيحي في احراج مع الناس وتطيحي او لا تطيحي في احراج مع ذاتك كمرضي، شنو غتختاري؟ نطيح في احراج مع الناس. واخا نجاوبك ان شاء الله. واخا لاله نجاوبك، مرحبا بكل فرح. شكرا لك استاذ، الله يحفظك. اهلا وسهلا، مرحبا. اولا تحيه لخوتنا والناس ديال قلعه السراغنا، يعني المدينه الجميله الهادئه الامتداد ديال مراكش، الناس ديال الدعابه والناس ما شاء الله، وعندهم ثقافه، والله الا عندهم ثقافه. انا كنقول الناس هذا نداء ديالي انا، الله يعطيكم الخير، زعما اتمنى لانها تعاونونا بزاف في العمل ديالنا. سي فغي، شكرا لكم على كل الكلمات الزوينه. الله والله العظيم الا كنديروا واحد ان افور كولوسال من اجل هذا البلد الحبيب اللي هو المغرب، وغنموتوا على المغرب، هذه ما فيهاش نقاش. ما بغينا الناس يعاونونا، بغينا المستمعين يعاونونا، باش بالبحث والحفر والتنقيب على الثقافه ديالنا اللي بدات كتضيع. الناس اللي عندهم الحبوب قديمه حاولوا تحافظوا على الحبوب. جدي الاب، الناس اللي راكم كتسمعونا دابا في الجبال، شدوا عندكم الحبوب ديالكم، الحبوب الاصليه. هذه نصيحه انا كنعطيها وسياتيه زمان. واخا بالنسبه للناس اللي كيحققوا نجاحات في الصحه ديالهم، الفضل من بعد الله نتوما. علاش؟ يعني شحال من واحد دخلت له الهضره من هنا وخرجت من هنا. شنو معنى دخلت من هذا الودن وخرجت من هذا الودن؟ ما تعالجاتش، وراه عنده تفسير الشيء هذا. التفسير ديال دخلت الهضره من هنا وخرجت من هنا، والله العظيم ان المغاربه الى دقيقين جدا سبحان الله في الامثله ديالهم في المصطلحات ديالهم. واخا فاختي الكريمه، من بعد الله المجهود كيرجع لكم نتوما، كيرجع لكم نتوما بشكل اللي هو اساسي. بالنسبه للاحراجات، ما كاينش اكثر من انني انا في حد ذاتي كنعيش احراجات مع الناس، ولكن كنعيش فرحه التميز. عيشوا فرحه التميز، فاش في كل شيء بما في ذلك نظامك الغذائي. سي فغي، غتجلس مع واحد الناس
غتلقى باللي كلشي اورجو. انا كنقول اورجو يعني الى دخل الفار على فكره اورجو، والفار هو الحقيقه في لغه كره القدم. الفار هو الحقيقه. كاين بعض الاخطاء قبل ما يجي الفار كانت كدوز وكيتمركا، وهذا كيدي الكاس وهذا كيدي الكاس، ربما جهد الفار سي فري كاين بعض الاعتبارات مي كنهضر انا الى طبق بشكل يعني عادي كيعطي الحق لمولاه. هكا عاوتاني الحقيقه راه دايره بحال الفار اللي كاين في كره القدم، نهضروا بلغه كره القدم لان عطاتنا دروس. واخا هكا عاوتاني كيجيبش كيقول لك ها الحقيقه. الحقيقه هو انني انا لما كنكون غادي في الطريق الصحيح ولقيت ناس راجعين في هذاك الطريق، تخيلوا هاد المساله، هاد الشيء غتعرضوا لاستفزازات، غتسمعوا غاد هضره ما تعجبكمش، غتسمعوا كلمات اللي بعض المره كتوصل لدرجه انها كتكون كلمات جارحه. واخا لكن داك الجرح دغيا كيتلتئم، لكن مي كتكون انت غادي بوحدك في واحد الطريق، وانا غادي نقولها راه ماشي غادي بوحدك، عي سابقك واحد ما كتشوفوش، كتكون غادي بوحدك في طريق الحقيقه وكتلقى ناس راجعين اللي ماشي بحالك، وكيبان لك انت غادي بحال السلامون غادي كونتر لو كورون، ما انت ثق بيا انك في طريق الحقيقه. انا ما كيهمنيش اللي بغيت نقول لهاد الناس، هو اللي عارف الحقيقه ديال التغذيه كنسميها انا التغذيه بذكاء او الذكاء الغذائي. بحال تخيلوا بحال واحد الغابه، غابه ديال المعلومات، شي كيشرق شي كيغرب، كل واحد ولابس كاسكيطة ديال التجارة ويهضر على هاد المادة، وكل هاد المادة وخذ هاد المكمل ودير هادي ودير هادي، غابة معلومات. تخيلوا معايا غابة معلومات، غادي نحنا وسط منها، ما انت عندك معلومات زوينة، فين كاين؟ كاين ورا داك الشجرة، ما كتشوفني ما كنشوفك، مي راه كاين. انا كنقول لهاد الناس اللي كيحسوا بالحرج، انا اول واحد احس بالحرج، لكن والله العظيم استمد قوتي من حرجي، ما كنحولوش لضعف، كنحولوا القوة. نعطيكم مثال، انا كانسان مواطن مغربي كنعيش الحياة الاجتماعية ديالي كباقي الناس. شي واحد صديق ديالي كيعرضني مثلا العرس ديالو، كنمشي للعرس، كنمشي ونحضر مع الناس، تلاقاو اصدقاء، النقاشات، النقاشات غير تحط الاكل انسحب في صمت، في صمت. والناس اللي هنا ما تقدرش تفرض عليا انت شنو ناكل انا، حيت هذيك انا نعطيكم مثال، نعطيكم مثال، جا عندك واحد مثلا عنده خصوصيه المرض، واش غتفرض عليه شي حاجه ياكلها؟ هكا عاوتاني، انا عندي خصوصيه بدون مرض، لانني اخاف واتمنى يعني ماشي اخاف، احب الصحه اكثر ما اخاف من المرض. فشنو كندير انا؟ درت معك الواجب، فكاين بعض الامور الواجب الاجتماعي نقدروا نديروه، ولكن تقدر تكون انت السبب في تغيير هذاك الافكار ديال ذاك المجمع اللي انت جالس فيه. شحال مره حنا مشينا دابا راه، والجميل الجميل اختي سكينه، اليوم كتمشي لاي مجمع كيقول لك ها اتي بالمحلي ها اتي بلا محلي، هذا ربح، شي غير هذا في حد ذاته ربح. انا ما عمري مشيت لا دابا في 2022 23 ما عمري مشيت لشي مجلس وما تقترش عليا واش تبغي اتي بالمحلي ولا بلا محلي، حيت كاين اللي كيعرفنا وكاين اللي ما كيعرفناش، واش اتي بالمحلي ولا بلا محلي، شي غير هذا لو شوا راه انجاز ربح بالنسبه لنا. في حين ان في القريب في الماضي القريب كتمشي كتلقى ما غتحرش الناس عافاك الا ما بغيتو انا بلا محلي. هكا الناس، انا كنقول لكم شوف صعوبه الامر صعب، نعم نعم خا، لان نظامنا الغذائي الناس مشاو بعيد في الغطاء، والناس مشاو بعيد في هذه الميولات هذه، مي الحمد لله راه انا كنقول للاخت الكريمه راه منك عداد، منك عداد اللي كيهتموا بالصحه ديالهم، وغتلاقي بهم غتلاقي بهم. حنا كنديروا خرجات، كنديروا دورات تكوينيه باش كنلاقيو على الناس نقولوا ها التفكير ديالك نتايا، ها واحد اخر كيفكر بحالك. وخير دليل هو ان اغلب المحاضرات الغذائيه الا شفتوها اصحابكم راه سهره فنيه، ما هي سهره علميه، سهره غذائيه. هذا بالنسبه لنا انجاز، الحمد لله النجاح الكبير والجميل اللي كيحققوا برنامج الصحه والسلامه خير دليل. المعلومات اللي كتقال بالدارجه في برنامج الصحه والسلامه وتترجم العديد من اللغات في العالم، هذا في حد ذاته انجاز ونجاح، وباقي جاي النجاحات. شي الناس اللي كيخافوا واللي عندهم حساسيه النجاحات، راه غوجدوا راسكم، باقي جاي النجاحات مع الصحه، وباقي هاد البرامج تجي تنجح. علاش؟ لان عصر التفاهه ولا جا العصر ديال المعقول. علاش؟ انا قلت للناس التفاهه اختي سكينه كتعطينا التخمه، شي ملي كتكون كتعيش التفاهه في حياتك
غتوصل للتخمه غتوصلها، واش هذيك التخمه هي هي اللي غادي تسالي لك مع التفاهه. علاش؟ لان سولوا الناس، الناس اللي كانوا يتبعوا المحتويات التافهه جاتهم التخمه، يقول لك صافي هنا كيشد التليفون وكي ربما يرمي، يقول لك انا هذا الشيء ما في حين كتلقى واحد كيصور المغرب، الجماليه ديال المغرب، الجماليه الثقافه، هذا واش غيطلع لك في راسك؟ هذا كتسنى غير حلقه اخرى فوقاش يحطها، ماشي بحال واحد على الله شنو كيصور لك ولا شنو كيهدي ولا هذا. التفاهه، عصر التفاهه ولا عصر التفاهه انتهى، عصر جاء عصر الجمال، عصر. وبالتالي شجعوا المحتويات الهادفه، شجعوا المحتويات اللي واش كتلقى اختي سكينه والله كتلقى ناس كيجيو من برا المغرب اللي كنحييهم، دول خليجيه، دول كيجي بالدراجه الناريه ديالو، داير كاميرا ديالو، كيصور المغرب، كيقول لك انا والله العظيم سمعت واحد الفيديو ديال يعني اخواننا الكويتيين اللي كنحييهم هذا المنبر، كويتي اعطى على المغرب الصوره جميله بزاف، بدا كيقول بعض والجميل انه صريح، قال الحاجات الزوينين والحاجات الخايبين، مثال الحاجات الخايبين قالهم بجماليه، وقالهم كمواطن مغربي كيقول لك اشنو خصو يتصلح اشنو خصو يتصلح، ما يعطى جمال، عطى هاد محتويات هاديه بالنسبه لينا محتوى، هذا نتسناه مره اخرى يحط لي محتوى واحد اخر، ما محتويات التافهه تعطي تخمه، وما سينهي المحتويات التافهه هي التخمه، هي صافي هي الانسان كيقول لك انا هادشي ساتوري، في حين ان المحتويات الجميله الانسان كيتمتع بها المتعه، واخا هكا البرامج مثلا ديال ميد راديو، برامج ديال ميد راديو هي فيها متعه كبيره بزاف، علاش؟ لان كتمتع بالدين، كتمتع بالعلم، كتمتع بالفكاهه، كتمتع بهادي، اي برنامج الا وفيه المتعه، علاش؟ لان المتعه هي اللي كتخليك انك تعاود تسنى هذاك البرنامج يعاود يجي مره اخرى، والمتعه من حقك انت ايها الانسان بما في ذلك متعه الاكل. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذي لرفقك، واكيد ان الموعد متجدك باذن الله غدا ان شاء الله. مشكور جزيل، شكرا لك، خير ما ختمتي به.